السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشتركات الغاليات، إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. اليوم ديروا تكملة الفيست اللي خيطناها المرة اللي فات في الفيديو اللي فات، تلقاوها في صندوق الوصف. بعد ما خيطنا يعني الطريقة اللي خيطنا بها الأكتاف، خيطنا بها يعني لدبلور اللي هو التبطين نفس الطريقة. من بعد لقينا القطعتين مع بعض، يعني القطعة الخارجية والقطعة الداخلية تاع التبطين، لقيناهم مع بعض من جهة الرقبة. يبقى لنا الآن ركبوا الأكمام كما راكم تشوفوا هنايا. بدينا يعني من الإبط ونبداو نديرو، طلعنا يعني في المنتصف تاع الإبط ونبداو نديرو في ليبلي حتى نكملوا هذيك المسافة اللي طلعنا بها، يعني كما فصلنا الأكمام زيادة هذيك تاع ليبلي اللي زدناها. نكملوا كامل نبليو هذا الكم تاعنا حتى يعني يبدا قيس قيس مع يعني الحردة هذيك تاع الإبط. هكذا كملوا حتى للأخير. ها هي هذا هو الشكل تاع الأكمام. زيدوا الكم الثاني نفس الطريقة، نخيطوه هكذا. لكم نبداو يعني نبداو من جهة الأمام ولا من جهة الخلف عادي. من بعد نبداو نبليو من جهة الكتف، يعني نهبطو تقريبا بواحد 6 سنتيم ونبداو نديرو في هذوك يعني لي بلي. ستفوهم كامل على هذاك يعني دوران تاع الكتف، تكون تقريبا 6 سنتيم من الجهتين، 6 6 من الجهتين. من بعد نكملوا كامل هذوك يعني مسافة تاع ليبلي، نوصلوا وين يعني بدينا تاع الإبط. هكذا يعني طريقة سهلة في الخياطة تاع هذو الأكمام. من بعد نجيبوا لا دوبلور هذاك تبطين تاع الأكمام ونخيطوهم مع الكم عادي 1 سنتيم ونخيطوه. يعني احنا رانا ملصقين لا دوبلور تاع امام والخلف، راه ملصقين من جهة الرقبة من لصقنا الكول لصقنا لا دوبلور. هنايا لصقنا الكم هذا هو. من بعد لقوه مع الكتف، يعني مع الدوران تاع الكتف، يعني احنا نقولوا تحصلنا على يعني قطعتين، يعني خيطنا الجهة تاع الواجهة تاع السكاي، خيطنا الجهة تاع لا دوبلور يعني التبطين بطريقة سهلة، عفوا على يعني الصورة مش واضحة لكم. إن شاء الله في الأيام القادمة نحاول باش نحسن لكم التصوير. هنا رانا نخيطو في يعني في المونش يعني هذاك الكم مع الإبط تاع هذه لافيست من جهة لا دوبلور من جهة التبطين. هنا هاكم تشوفوا يعني جوني لي بلي، درت لي بلي عادي. ها هي شوفوا هنايا، ها هو هنايا لكم، هذا هو الشكل تاعو. نجيبو يعني الجهة الثانية كذلك نخدمها نفس الطريقة، خيطوا الأكمام مع الكم. الكم يكون ناقص على لا دوبلور بواحد تقريبا 2 سنتيم 3 سنتيم باش يجينا يعني لا دوبلور ما يخرجناش من الاكمام يبان. نقصوا دائما من الطول تاع الكم، ما ديرهمش كيف كيف، طول تاع لا دوبلور مع الطول تاع الكم اللي الواجهه يعني هذا سكاي، ما ديرهم ولا اي قماش خدموا به يعني ما ديرهمش كيف كيف، ديروا
الطول تاع الكم اللي يبان اكبر من الطول تاع الكم تاع لا دوبلور، تبقى لنا تقريبا واحد لواحد سنتيم ولا 2 سنتيم، تبقى لنا تبان يعني السكاي، ولا دوبلور ما يبانش من برا، يعني ما يهبطش ما يبانش من برا. من بعد ثاني تحكموه من جهه الكتف، يعني تلاقوا هذيك القطعه تاع لا دوبلور مع القطعه تاع الكتف سكاي، سكاي مع لا دوبلور تلاقوهم يعني غير بالخياطه يعني خفيفه تقريبا واحد لواحد سنتيم، تلاقوهم مع بعض من جهه الكتف. هذه هي، شوفوا هنايا خيطنا، يعني لقينا كنا ركبنا السحاب، ركبنا لا دوبلور، نجو هنا نخيطو الجهة الثانية هكذا، نخيطو بواحد سنتيم ولا 2 سنتيم، يعني لصقو لا دوبلور مع يعني مع ذاك السكاي، ونقلبوها عادي. هنا شوفوا في الدوران تاع الكول قلت لكم مقصوب باش يعني يجي يدور مريح، ما يدور لكمش مكموش. وهنا نمروا باش نغلقوا هذه لافيست، نبداو بالسكاي نخيطوه، لاقوا جهتين قلت لكم، من بعد نروحوا لجهه لا دوبلور ثاني نفس الطريقه لاقوهم، يعني الجهه يعني تاع الواجهه هذيك تاع برا نخيطوها، من بعد تاع لا دوبلور داخل ثاني نفس الطريقه كفوا عليها يعني مع بعض لاقوه، ندير التقفيل. بعد ما نكملوها يعني ونقلبوها نخيطوا جهة يعني اسفل الخلف باش نبلعوا لا دوبلور، نخيطوا لا دوبلور مع سكاي. شوفوا لهنا خيطنا يعني من الجنب من الجهتين، هاي خيطناها بقالنا غير الخياطة تاع الخلف. يعني ها شوفوا الاكمام، تجي ديك الدوران يعني يجي سكاي يبان، ما يبانش لا دوبلور من جهه الاكمام. قلت لكم يعني لاقوا الكتفين الكتف تاع لا دوبلور يعني مع الكتف تاع السكاي من جهه يعني من الداخل ماشي من برا، يعني من الداخل الخياطه هذيك ما تبانش. هنا نجو يعني نغلقوا لا دوبلور كما غلقنا القطعه تاع السكاي، بلعناها يعني نغلقو ثاني نخيطو من جهة الأكمة ونهبطو حتى الأسفل تاع هذه لافيست. نخيطو الجهتين، يعني هنا رانا قلبين لافيست، نخيطو لها ذاك لا دوبلور، من بعد يعني نقلبوها باش تبان لكم، هنا مش تبان لكم مليح. هنا قلبناها نبقى لنا غير نبلعو هذا راكم تشوفوا فيه تاع سكاي مع لا دوبلور، يعني نكفو عادي ونخيطوه، من بعد نفتحو فتحة في الجنب، هنا نفتحو هنا في الجنب يعني نديرو فتحة باش نغلقوه ديك الجهة تاع يعني الجهة السفلية من الخلف تاع لافيست،
تحفتها هكذا تقريبا واحد 6 سنتيم، قسما ندخلو يدينا قسما يعني نقلبو هذه لابس هكذا، نقلبوها نزيدو نفتحو شويه هكذا ونبداو نبلعو من جهه يعني الخلفيه، خيطو عادي حتى نكملوها. بعد ما خيطناها وبلعنا هذيك الفتحة اللي يعني خيطناها فتحناها باش نخيطو من الداخل، نخيطو ديك القطعة يعني تاع 6 سنتيم. من بعد هنا نجيو نديرو الخياطة كيما راكم تشوفو من جهة الكول، ونهبطو على هذه الجهة اليسرى، نهبطو بالخياطة يعني نفوتو على هذا الكول ونهبطو بخط يعني مستقيم مائل. من بعد نمرو على يعني كامل نخيطو يعني نركدو هذاك السكاي على دوبلور من الخلف ومن الامام. اللي ما سعدهاش السكاي يعني ما بحبش تخيط لها دير الزيت تاع الماكينه يعني يساعدك احسن، ديروش الزيت تاع الاكل تاع المائده، ديروا الزيت تاع الماكينه باش الماكينه تاعكم يعني ما تفسدش. كملوا حتى للكول ونتوقفوا. تحب تزيد يعني خياطه نفس سنتيم تزيد لها الخياطه يعني تزيد عادي. هنا نعاودوا لها الخياطه يعني باش تخرج لنا رافينيس وشابه كيما درنا في الكول، نديرو هنايا هكذا. قصوا الخيطان يعني باش تخرج لكم رافينيس وشابه، دائما خيطوا راكم تقصوا في الخيط، ما تخلوش الخيط حتى الاخير يجيكم يعني بزاف، خيطوا دي تقص يعني تخيطوه تقصوه. نبداو هنا في الاكمام ثاني كنخيطو تقريبا بواحد 1 سنتيم، ركدو السكاي مع راد بلور هذا هو الشكل تاع الاكمام. شوفوا يعني مش حيهبطلنا راد بلور يعني ويقلقنا، جي طالع تقريبا 1 سنتيم ما يبانش كامل. زيدو الجهة الثانية بنفس الطريقة نخيطوها يعني 1 سنتيمتر. هذه هي شوفوا هنايا كملنا، قصوا كامل هذوك يعني الخيط الزائد. كملنا لافيست خرجت لنا يعني رائعه، هاي هنا كملناها يعني وصورتها لكم خرجت رائعه. هنا اللي تحب تلبسها يعني مع لاغوب ولا تلبسها مع سروال جين في النوار ولا في البلو تريكو بيض يعني ثاني تخرج لكم رائعه يعني كيما تحبوا تلبسوها تلبسوها، المهم خرجت رائعه احسن من تاع المحلات، والثمن ثان يكون يعني بسيط ماهوش غالي مش مكلف. ان شاء الله تستفدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.